اللي انا بعمله ده دلوقتي عملناه في الترم الاولاني وبنعمله في الترم الثاني، وهو ان احنا نعمل انشطه تربويه في كل مكان في محافظه اسوان، وفي كل مكان نروح فيه كل الادارات وكل الولاد وكل البنات، علشان لا نسمح بهذه الفرقه. لان يعني انا بدعوكم وانتم ناس معلمين وناس افاضل وناس كبار، هنرجو بين كل ما يحدث في مصر، عاوزين نربط بين كل ما يحدث في مصر هنا او هناك. قد يكون هنا حدث في الرياضه، وهنا حدث في التعليم، وهنا حدث في الكنيسه، وهنا حدث في المسجد، وهنا تمثيليه في التلفزيون، وهنا فيلم بيتذاع. نربط بين هذه الاحداث كلها كده، تحس ان هو مخطط لتدمير مصر.